another shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you يا عجل يا خلسة، ابعدي عن الجو نار. مش بعد يبقى انت الجو نار بعدي. طب مش بعد ده انت شعرك وجه الناس وشي. ايه يعني عادي عندي عادي فرما عادي يا حبيبتي. بقول لك انا تعبانه يعني اسم الله. مين حضرتك الكلام ده حلو حلو قوي. ايه ده ايه ده ايه الوضع ده مش كان ايه ده ايه ده ايه الغلطه دي مش كان كريم مش كان مش كريم اصفر هو تصدق ايه مش عارفه مش عارفه بقى. يلا عندي في ريحه البرفان دي ريحه رجاله اصلا. لا دي ريحه ستات اسمه ملك. يلا نشو حلو حلو ريحته حلوه. مش ممكن يكون ريحه رجاله في الاخر. لا مش هيبقى ريحه رجاله. ابعدي عني بقى بشكلك على بشكلك انت ان شاء الله. بس يا بيت انت مال بيتك تبع بمسك عماره تزقك ان شاء الله. هو ايه ده الفاضي ده عايز اصفح. حاضر اللي بتخبط على ابو شكلك. مين الحمار اللي ايه عايز ايه ما فيش حاجه. انت جبت ايه جبت ايه بقى يا استاذ؟ ما جبتش حاجه ما جبتش حاجه والله. اه والله انا بريء جدا ما عملتش حاجه. نمسح في الباب عشان ما حدش يسمعني. طب هو ايه ده انا ما اعرفش ما اعرفش ده ستينج. اه وما قالت كام مره ما تجيبش ستينج. أه والله طعمه حلو. لا طعمه مش حلو. ماما قالت ممنوع مضر. ما بتبتدي تفهمش حاجه. ايه قصدي ولا حاجه. تمام مش عايز نقولها خلينا نشربه. لا يا حبيبتي سيبيها يا ماما روحي قولي لها ارحم على بشكلك. ماما خلاص خلاص هنسيبك شويه ماشي عشان بجد نصدق. تمام ترزع اوكي روح جيب كوبايه. حاضر. احلى حاجه اللي انا مسيطره. بصي انا جبت كوبايتين انت تحطي شويه وانا احط شويه ماشي. تمام هتبقى نحط انا احط الاكتر. ليه ده انت بقى انت تشتري يا ماما خلاص. تمام هتبقى شويه ريحته حلوه قوي. انت كان حسيت كتير يا ماما خلاص فيك على ابو شكلك. تمام انت اشرب دول. خلاص حط الكوبايه هنا. ايه ده انت ما سبتنيش غير بق يا ماما. خلاص 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 انا اسف جيت كنت قلت لها يا ستي كنت ارحم كنت اخد على ايديا بدل ما تشربي كله على شكلكم كلكم. اشربوا بقى اشربوا. طعمه منعش يا سلام. خد ده كله طعمه زفت عظيم بدوني اخصفخ. على فكره احنا لسه جايين لسه قاعدين من شويه. طيب ايه اسمك ايه ايه اسمها ايه روز. مالك شكلك تعبانه. لا والله تعبانه بس شويه. ما طبيعي بنتي ما انت شهر التاسع كده تتعبي. لا بس ايه التعب ده يعني عارفه التعب ده بيفكرني بايه بايه لما جيسي كنت بولد النهارده. لما كنت بولد في اليوم في نفس اليوم يبقى انت تولد النهارده. والله ما اعرف. يبقى خلاص مبروك على الولاده. هتسمي الولاد ايه؟ اسكتي بقى عشان بجد عايزه ارجع وبطني مقلوبه ومش قادره. وليه دي بطن ايه مش شهر التسع. خلاص خلاص يا ستي انا اتكلمت مع كده كده كام يوم او كام ساعه يعني بطنك تبقى ايه زي كده ونشيطه ولين بطنها تكبر. ايه ده خير في ايه؟ إيه انت بتفولوا عليا كده ليه؟ مش عارفين عادي يا ستي ما انت كده كده يعني هتولدوا يعني يا جماعه ما حاسين مش هتولدوا الا ابدا ابدا. اه وتبدا في ضيق ليه؟ شو تفتكر بس نص ساعه؟ هو انت الدكتوره بتاعتي؟ ايوه انا الدكتوره بتاعتك كده هتنسي نفسك يا ماما. اه صح
لا لا بجد تعبانه قوي. ايه ده؟ طب مالك يا بنتي؟ ايه ناخدك على المستشفى ولا ايه يا مهنا؟ خلصي. طيب ايه؟ طيب لا لا بجد عايزه ارجع. طب اقول لكم انا هروح الحمام. تمام ماشي، ربنا معاكي. اقعدوا، خليني اقعد جنبكم، نقعد هنا، نقعد بقى هنا. شكلها تعبان قوي. على سيبك يا بنتي، سيبك منها وانتي خليكي في نفسك. بس تعبانه ولا ايه؟ لا لا عادي يعني، هي بطني مش بتكبر ليه؟ انا هموت واعرف. كده كده يا حبيبتي خلاص هتكبر، هتكبر هي اصلا بطنك كبرت شويه. استغفر الله، طحن الخواطر. خلاصي بقى، انا الحمد لله ولا متجوزه ولا مرتبطه ولا عايزه اتجوز. بقول لكم ايه، خلاص ولا اقول لكم بلاش في ايه. خلاص طيب خلاص، بقول لكم ايه، نازله طمن على روز. تمام يلا. روز، روز مالك؟ روز ايه اللي حصل لك؟ ردي عليا يا جماعه، الحقوني. في لين بتزعق كده ليه؟ روز اغمى عليها، روح نادي مهند بسرعه. يا مهند، يا مهند، عايز ايه انت؟ بس سمع مراتك اغمى عليها. ايه؟ روز، روز مالك يا روز؟ امي. طب يا جماعه، طب يلا يلا نروح المستشفى بسرعه. ماشي ماشي، نادوا نادوا البيت كله يا بنات، تعالوا. طب انا هنزل انادي اللي تحت. يا ربي هروح انادي على اسعاف. يلا بسرعه. دكتوره جميله، دكتوره جميله. نعم. إيه يلا، في واحده واحده بتولد، يلا بسرعه خديها. حاضر. الواد الشاب الجميل ده اللي واقفه جنب شعرها اصفر دي، شكلها معفن اصلا، بس شعره جميل ورفيع كده ولابس بدله بينك. اه لا هعيط، ما تخلصي. حاضر حاضر، يلا بسرعه. بابا انا خايفة على ماما قوي، هي ماما مالها؟ ما تخافيش يا حبيبتي، ان شاء الله هتبقى كويسة. ايه ده انت بس؟ الماما يا رب تكون كويسة. بطلي تمثيلي يا بنتي، ده انت لسه ضربانة من شوية. اسكتي اسكتي، انت ناقصة. ايه يا بابا؟ ما عملتش حاجة على فكرة. هي الدكتورة اللي جت دلوقتي اللي شعرها بني دي، اللي اسمها جميلة ولا معرفش اسمها ايه، هي كانت بتبص لك كده ليه؟ هي بصت لي؟ لا انت احول. ايوه بصت لك. لا ما شفتش. طب ادم عارف لو شفتك بتتكلم معاها، حتى لو واقف معاها في نفس المكان، مش هسيبك، مش هسيبك، هزعل منك. لا ما تخافش منك حاجه والله، تعال يلا. اوكي. يا لهوي البراء بتنط من عينيها، ما تخلصي بقى. بس بقى عشان مش ناقصين، يلا يا جماعه نطلع، احنا مستنيين. ايه ايوه يلا نطلع يا جماعه، يلا يا جماعه وسعولي، يلا عشان ندخل اوضه العمليات بسرعه. بعد اذنك يا استاذ. طب هي تبقى كويسه؟ انا ما اعرفش يا استاذ. انت تعالوا ها. يلا في حاله ولاده هنا. تمام. طع السرير، طع السرير، حطوه، حط الجهاز ده. يلا بقى نبدأ، يلا نبدأ العمليه. تمام. خايفه عليها قوي، خايفه عليها. يا عم انت محسسني ان هي هتموت، تفهم من بقي. تفو، يا رب تكون كويسه، يا رب تكون كويسه. لا اهدى بقى انت كده، وترزق كده بقى على جنب عشان لسه فاضل لها ساعتين وتخرج. اهدى بقى. طب من اللي خايف قوي؟ لا ما تخافش ان شاء الله تبقى كويسه بقى، ما تخلص بقى، هي ان شاء الله تبقى كويسه، اهدى بس. طيب ماشي. يا رب بقى انا رجلي وجعتني. لا اهدى يا حبيبي، ده لسه بدري بقى. بقول لك ايه يا ليان؟ ايه؟ انا ملاحظه ان رقية مش موجوده خالص. صحيح، هي فين رقية؟ رقية؟ ايوه هي قالت لي انا هتمشاها. وتتمشى ليه؟ هي عايزه تتمشى، هي وقت، هو في وقت، معرفش ايه بقى مزاجها ليا. اوكي يا رب. ايه كنت روحت معاهم بالعربيه وخلاص. بس يلا اصلا كده كده فاضي شارع واكون وصلت المستشفى. في واحده جايه هناك اهي، يلا نروح، يلا نقف، يلا يلا بس نقف كده، نقف كده يلا. مش هتعدي من هنا غير ما تطلعي اللي في جيبك. نعم مش فاهمه حاجه. زي ما فهمت يا عسل، طلع اللي في جيبك. مش طلع حاجه في جيبي، انت مين اصلا عشان تقولي طلع اللي في جيبي؟ انا ما طلعش في جيبي، انت مين؟ لا بقى انت شكل بقى سجلت اقل ادبي عليكي. انا حسن، واللي يقول لي كلمه يكسر كلامي هيزعل. طب ابعد عني، انت مين انت؟ هتطلع اللي في جيبك ولا اعورك بايدي؟ ولا بقى نهجم عليك ونموتك بايدينا؟ لا لا لا، خد اللي انت عايزه. وسعك كده، انت بس متسنيش كده.
سيبني بقى ما تمسكنيش كده. اخلصي. تعالوا يا جماعه امسكوها. يا عم ما تمسكنيش كده، انتوا مين انتوا؟ اوه ايه ده اللي هناك ده؟ دي بنت. في ايه؟ وانت مين يا عسل انت؟ روح شوف انت رايح فين. انا خايفه منهم. اهدي اهدي ما تخافيش. في ايه؟ عايزين منها ايه؟ انت مالك انت؟ ايه تكون ابن اختها انت ولا خالها انت ولا انت مين؟ خطيبها انت مالك انت؟ خطيبها وانت ماشي عامل لك ايه يعني؟ انا ظابط على فكره، يعني انا ممكن ادخلكوا في السجن في اي لحظه. ظابط؟ ايوه ظابط. ايه احب اقبض عليكم دلوقتي؟ لا والله، ده احنا نجيب لك كوبايه قهوه وتقعد هنا معانا. سلام عليكم. على بشكلكو، مش ناس مش بتيجي في العين الحمراء. انت كويسه؟ ايوه ايوه كويسه، شكرا قوي اللي انت خليتهم يبعدوا عني، ده كان ماسكني جامد قوي. العفو عليه. انت اسمك ايه؟ اسمي لقايا. معاكي اوليفر. اهلا بيك. هو معلش سؤال. اتفضلي. هو انت فعلا ظابط؟ انا مش ظابط، انا مهندس، بس انا ضحكت عليهم وقلت لهم ان انا ظابط. اه تمام. هو انت كنت رايحه فين اصلا؟ انا كنت رايحه مستشفى الامل. ليه؟ اصل احنا عندنا حد بتولد في المستشفى، فانا لازم اروح طبعا. طيب ماشي، كده كده انا معايا عربيتي، فايه رايك اوصلك؟ لا 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 ملوش لزوم، اصلا المستشفى على الشارع جاي. لا لا عايزه اوصلك. مش عايزه اتعب حضرتك او اخرك عن شغلك او اي حاجه، كده كده انا كنت لازم اتمشى، فعادي هوديك بطريق. شكرا ليك. الاف تعالي هناك بالعربية هناك. تمام شكرا قوي على التفصيلة، تعبتك معايا ولا تعب ولا حاجة، تعبك راحة. ثانك يو. طب انا بقى لازم اطلع عشان الناس كل اهلي عشان بيدور ازمان دلوقتي بيدوروا عليا. تمام ماشي، مع السلامة. باي باي. ريتك لو اشوفك تاني، دي بجد هتكون اصعب لحظة في حياتي. انا جيت. ايه ده كنت فين؟ كنت فين يا رقية؟ احنا عندنا ندور عليك من الصبح. والله بقى معلش معلش والله كنت بحكي لكم بقى بعدين اللي حصل. ايه اللي حصل؟ بحكي لكم بعدين خلاص. طيب ماشي. الله الشاب كان جميل ووسيم وطويل وشعره جميل وكاي وجميل واسمه اوليفر كمان تحفة. بتسرحي في ايه؟ ولا حاجة، حاجة خالص. تمام. لان بنات دلوقتي لسه فاضل شويه وروز تولد، ايه رايك اكشف عليكي واشوفك انت كويسه ولا لا؟ فكره حلوه. هو انت قعدتك هنا؟ ايوه طبعا. ايه قعدتها يعني انت ناسي ولا ايه؟ اه معلش نسيت. طب يلا يلا. ميراد الدكتوره بسيات. اخيرا يلا اقعدي 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 عشان اكشف عليكي. تمام. لا بس هعقم ايدي. طيب نكشف بقى. صحتك كويسه جدا وصحه بيبي كمان كويسه. لا لا صحتك كويسه جدا وصحه بيبي اسمها ما شاء الله كويسه جدا بجد. ايوه اقعدي بقى عشان نشوف البيبي ظهر ولا لا. تمام تمام. هو جميل جزهر لسه والله بنشوف. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا لوسيل؟ في ايه يا لوسيل؟ في حاجة غريبة قوي. في ايه؟ البيبي لسه ما ظهرش. ايه؟ يعني ايه؟ البيبي المفروض يظهر من شهر اصلا. يعني لسه ما ظهرش. بص مش باين خالص. وريني كده. ايه ازاي يعني؟ مش عارفة. ربنا يستر. لا ازاي كده وريني ازاي؟ اهو حضرتك بطنها اهي مفيش اي حاجة. البيبي مش باين خالص.
طب دوري في حته منطقه تانية. طب دي ايه المنطقه اللي وعد البيبي بيبقى فيها الحته دي بالظبط؟ اهي 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 اهي. طب جربي طيب وشوفي في حته تانية. ايوه جربي شوفي يمكن بطنها تانية من البطن. طيب طب بس ثانيه شوف ده عشان انا الكرسي ده موطرني. اقعدي لو عايز. لا مش عايز اقعد انا. قولي حاضر. طب ثانيه اشوف الحته دي. بص مفيش اي حاجه البطن فاضي خالص. يعني فين البيبي؟ فين البيبي طيب؟ انا معرفش. طب ايه لوسيل هو في خطر على البيبي او اي حاجه؟ انا معرفش مفيش اي حاجه. البيبي مش موجود اصلا. طب ازاي ازاي يا بيبي؟ والله ماما موجود. هو البيبي موجود وكل حاجه بس مش باين خالص. واصلا البيبي المفروض يظهر من شهر. طب ازاي؟ طب هي بتحصل بنسبه 1%. طب ربنا يستر. لو هو اكيد البيبي هيظهر يعني مش هيختفي. ايوه ان شاء الله. طب بقى يلا ننزل لبس اطفي الانوار. يلا ربنا يستر. انا مش مطمن. وقال لك والله مش مطمنين كلنا. تعالي يا ليان. طب انا خايفه قوي يا ادم. ما تخافيش. ايه انا عدتي اهو. اوكي دكتور ايه الاخبار؟ لسه بيطلعوا البيبي. الله القمر ده جميل. في ايه؟ ابعد عني يا ولية. ايه ده؟ اهلا. نعم. هو انت اسمك ايه؟ نعم. انت مين اصلا؟ مين يا ماما؟ ايه حبيبتي؟ انا مراته. انا ما كنتش اعرف. والله ما كنتش تعرفي اللي بقى ان شاء الله. لا يا حبيبتي بعد كده اعرفي ماشي. خلاص اهدي يا ليان. اهدي. انتي مالي كده متعصبه كده ليه؟ جيبي لها طفايه حريق قضيه مولعه قوي. بس يا برده يا برده. وسع كده وسع يا ادم. خلاص اهدي. امشي بقى انت بقى. انا امشي. ايه ده سيبيه قوي على فكره احسن من وشك. خلاص اقعدي. اهدي يا ريم مش الدرجه دي. اخيرا طلعناه. انا بقى هروح اقول له. ماشي يلا. الف الف مبروك جالك ولد زي القمر بجد. احنا فيه. ايوه اتفضل. يخلصي. مبروك يا مهند. مبروك. مبروك الف الف مبروك. تربى في عزك ان شاء الله. ايه اللي انا قلته ده؟ هي فهمت تقول كده بس احنا سلكنا. ايه الف 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 مبروك. مبروك يا مهند. تتربى في عزك ان شاء الله. شكرا قوي لكم يا جماعه. طب هي روز عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله احنا دلوقتي خلاص. احنا خلصنا العمليه وخلاص. احنا هنطلعها بقى في الاوضه العاديه. هنطلعها في الاوضه. تمام شكرا لك. العفو. يلا يا محسن. بيب بيب بيو. احمد محسن بيب بيو. هو ده وقتك. هو كده وخلاص. يخلصوا. لا ثانية انا عايزة اغنيها. اخويا اخويا حبيبي. لا ايه ده انا رحت فين؟ اخويا بابا ده بقى اخويا جديد. ايوة. الضحكة دي يا ناس كوتي كوتي يا خلاص. حفاظ كوت كي. طب فين يا اساس؟ في زيت زيتون يا حبيبي بس انت من سلسل الراس. كوتي كوتي كوت كي. دي حفاظ كوت كي. كوتي كوتي كوت كي. خلاص يا عم ده فتحت ثانية اسعاف. في ايه بنت ده اخوكي؟ لا 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 ما تلقك يا بعيدة. ده في ايه؟ الف الف مبروك. الله يبارك فيكي.